فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى صحيح البخاري كتاب الحج باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة. الإفاضة معناها الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. روى المصنف رضي الله عنه وأرضاه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس من العبادلة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي، أنه دفع مع النبي يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، يعني حاضر أجيب بعد الدرس، وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، أنه يريدون الصياح على الإبل من أجل السرعة، يعني أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. الإيضاع معناها إيش؟ معناها السرعة الكبيرة، ليس البر ليس بالإضاعة يعني بالسرعة. لم أرى السؤال يا ليلى، بعد ما أنتهي الآن سأجيب إن شاء الله. ليس البر بالإضاعة، أوضعوا أسرعوا، هذا تفسير لإما ابن عباس وإما البخاري، أوضعوا أسرعوا كما قال خلالكم من التخلل، أوضعوا خلالكم يعني أسرعوا خلالكم من التخلل، نعم، بينكم وفجرنا خلالهما، بينهما يعني، وأراد أن يأتي بإيش المعاني في هذا، وذكر في هذا الحديث. العلماء يقولون السكينة في المشي هي السرعة، ليس بالإبطاء ولا بالاشتداد، السكينة في المشي يعني هي رويدا، ليست تباطؤ، ولكن بين السرعة وبين التباطؤ. السكينة يسير سيرا طيبا، ليس سريعا وليس بطيئا، هذه هي السكينة. وكان الصحابة يريدون الإسراع إلى مزدلفة، لأن تعلمون أن النبي وقف بعرفة حتى غربت الشمس، ثم دفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، فسمع حوله جلبة وسمع يعني أصواتا للإبل من أجل السرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة، ليس البر بالإيضاع، ليس الحسنات والبر بالإيضاع بالسرعة، لأن السرعة يكون فيها التدافع فيها التزاحم، يحدث الضرر المتعدي، فليس البر بالإضاعة. فالإضاعة هو العدو السريع، هو العدو السريع، فالنبي نهى عنه وقال ليس هذا من البر، وهذا نهي عنه، أقله أن يكون مكروها، لأنه بهذا الإسراع سيكون التدافع كما قلت ويحدث الضرر للآخرين. وإنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضاعة والجري إبقاء عليهم، ولئلا يجحفوا بأنفسهم بالتسابق من أجل بعد المسافة، لأنها كانت تبهرهم فيفشل وتذهب ريحهم، وقد نهينا عن ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة، لكن حتى هنا السير الذي ما بين السرعة بين التباطؤ عليكم بالسكينة، يعني حتى هذا يكون أسرع عند بطن وادي محسر. فقد كان مسعود بن عباس بن عمر بن الزبير يوضعون في وادي محسر، كانوا يسرعون والنبي كان يسرع، حتى ما يكون تعلمون أنه نزل العذاب على قوم هناك، فكان يسرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النخعي لما رأى عمر بن الخطاب سرعة الناس في الإفاضة من عرفة وبجمع، قال والله أعلم إني أن البر ليس برفع أذرعها، ولكن البر شيء تصبر عليه القلوب. وقال عكرمة سأل رجل ابن عباس عن الإيجاف، الإيجاف بالخيل أو بالإبل، فقال حل، وهي كلمة لإيقاف الناقة، سجل الناقة حتى لا تسرع. قال تشغل عن ذكر الله وتؤذي، يعني أنت تسرع لن تنشغل بذكر الله وتنتبه للسرعة، وأيضا سيحدث الضرر على الآخرين بالإزاء والوط. وهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة أيضا مخصوص إذا وجد فجوة، لأنهم لما سألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يسير العنق، قال إذا وجد فجوة نص أسرع، ولكن الإسراع ليس الإيضاع، ليس كالإيضاع، نعم. فإن وجد الفرجة ووجد عدم الإذاء أسرع شيئا يسيرا،
وإلا كان عليه السكينة وهو يدفع من عرفة إلى مزدلفة. فوقت الزحام السكينة السكينة عليكم بالسكينة السكينة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه في خطبته في يوم عرفة: إنكم شخصتم من القريب والبعيد وتكلفتم من المؤنة ما شاء الله، وليس السابق من سبق بعيره. شوفوا هنا بقى الإنكار: وليس السابق من سبق بعيره، ولكن السابق من غفر له. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك الذي أتى بالبر وأحسن العمل واتقى ربه فغفر له، هذا السابق بحق، يعني أخذ الأجر كاملا موفورا غير منقوص. فيكون السنة هنا هو السكينة عند السير بالدفع من عرفة إلى مزدلفة. لو ترى الحجيج في هذه العصور ونحن فيها في السنوات الماضية، كان الإشكال كل الإشكال في التدافع بالسيارات والباصات وأمور، يعني ترى كل باص ينزل يسب الثاني لأنه ضربه من الخلف والثاني ضربه من الجنب، يتقاتلون ويدفع بعضهم بعضا، وهذا كله ليس من السنة. أيها الناس، السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع. وطبعا المفروض أن نقول يعني لابد من الخوف على الآخرين وعدم الضرر عليهم. أنت صعيدية رضا الله، صح؟ أنت صعيدية، فالقاهرة لا يفهمون منك لكنتك، عجيب. الصعيد والبدو لغتهم قريبة جدا من لغة الخليج. إذن قال: ليس البر بالإيضاع، السكينة السكينة والإحسان إلى الآخرين وعدم الضرر للآخرين مطلب شرعي رئيس، لا سيما الدفع من عرفة إلى مزدلفة. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، السبق بالقلب لا بالبدن، السبق عند الله بالقلب لا بالبدن، الحمد لله. الانتباه مطلوب بل هو الأساس، وهذه مهمة جدا، السبق بالقلب لا بالبدن. حي هلا بالأمازيغ، ما أكرمكم. طارق بن زياد منكم صحيح؟ طارق بن زياد، يوسف بن تشافين، هؤلاء رفعاء الأمة وأسياد الأمة صحيح؟ منكم صحيح؟ الفائدة الثالثة: لولي الأمر أن يأمر معروفا عن المنكر إرشادا وتعليما بل وزجرا. نعم، الصعيد والبدو لكنتهم لكنة قريبة من الخليج. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.